هل يضخ فيروس المرض المميت كورونا الحياة في سوق النفط أم يصيبها بالوهن؟ بعد تراجع النفط طوال 5 أيام انتعشت أسعاره. برميل برنت ارتفع 45 سنتا. الأمر لا يتعلق فقط بحالة الترقب حيال تطور انتشار الفيروس، بل أيضاً بمساعي أوبك لموازنة السوق وبمؤشرات على انخفاض المخزونات في أمريكا. لكن العلاقة تبقى قوية بين الفيروس والنفط. شركات الطيران تحد من رحلاتها إلى الصين، والنشاط الاقتصادي ينخفض بسرعة في عدد كبير من المناطق الصينية. الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالتالي ذلك يضغط على الطلب نزولاً وعلى الأسعار نزولاً أيضاً، لتبقى أسواق النفط في حالة تأهب قصوى وتذبذب ربما بموازاة دراما الفيروس المنتشر.